عارف هتعمل ايه؟ عيب عليك. لو سمحت كابتن. فوق. معلش انا اسف على الازعاج. شركه ابو حمادي فين يا صباح؟ لا والله ما اعرفش، بس انت ممكن تمشي اخر الشارع ده واسال اي حد هناك. الله يبارك لك، شكرا. معلش انا ازعجناك والله، انا اسف. شكرا. ايه الاخبار؟ عمر راح جورنا ده، رجالتنا شافوه هناك وانا رايح له دلوقتي. أنا عايزك تخلصني من الموضوع ده النهاردة يا جلال. أوامرك يا وهبي. رايحين فين يا أستاذ؟ عايز نعمل ايه؟ ما تعملش حاجة، خليك مستني تحت. تمام، وأنا مستنيك. تقدر تاخد بيها مني اي كلمة، كمان انت ما عندكش وقت.